بيبدأ الفيلم ونوح وولاده سام وحام في الأرض بياخدوا بس اللي محتاجينه من الأعشاب علشان يقدروا يعيشوا ويوفروا احتياجاتهم. وحام في اللحظة دي عجبته وردة وقام قطفها ونادى عليه أبوه نوح وقال له ما يقطفش الوردة لمجرد إن هي عجبته ويسيبها في الأرض علشان الرياح هتاخد بذورها المكان تاني علشان تنمو زهور تانية. وفجأة ظهر قدام نوح إن الزهرة طلعت من جديد بسرعة رهيبة من العدم ونادى على ولاده قال لهم يلا نمشي. وفي نفس اللحظة دي ظهر كلب ونوح قال لولاده إنهم يستخبوا علشان دي البشر. وبعد ما ولاده استخبوا راح للكلب ولقاه مجروح واللي عمل فيه كده البشر علشان ياكلوه، ودارت ما بينهم خناقة جامدة جدا لغاية ما نوح وقعهم على الأرض وسألوه عايز إيه وقال لهم العدالة. والناس في الفترة دي كانوا فاهمين إن أكل اللحوم بيخليهم أقوياء على عكس نوح اللي بيعلم ولاده ان القوة بتيجي من الخالق العظيم. وهنا بيظهر لنا زوجة نوح وابنها وهي مستنياهم، ونوح بيحكي لها ان ابنه شاف الصيادين ومهتم بالموضوع وقالت له ما هو كان مسيره في يوم من الايام يشوفهم، وقال لها كمان انه شاف زهرة طلعت من الارض من العدم. وبعدها نام نوح وحلم برؤية، والرؤية كان فيها الزهرة اللي طلعت من الارض من العدم والارض جرحت رجله، وفجأة شاف نفسه بيغرق تحت المية وناس كتيرة أموات غرقانة تحت. ولما صحي من النوم ومراته بتسأل هل اتكلم معاك؟ رد عليها وقال لها أيوة. قالت له طيب هيساعدنا؟ قال لها لا هيدمر العالم. وتاني يوم بيجهزوا نفسهم للسفر ومراته بتقول إن الرحلة دي فيها خطر على أولادنا، وبتقول له أنت متأكد إن جدك لسه عايش؟ قال لها إنه ما يعرفش بس شاف الجبل اللي هو عايش فيه في الحلم ولازم نسافر علشان نعرف هنعمل إيه. قالت له لازم نشوف مكان نستخبى فيه إحنا والولاد. قال لها مش هيكون في مكان نستخبى فيه، يلا نمشي. وبعدها عدوا على مدينة كل الناس اللي فيها أموات ما عدا بنت واحدة صغيرة ومجروحة واسمها أيلا، وبتحاول مرات نوح إنها تعالجها. فبيبص نوح لقى واحد من أعلى الجبل بينادي وظهر وراه أعداد ضخمة جدا من الناس وخدوا البنت معاهم ومشيوا. بس قبل ما يهربوا وقبل ما نوح يتواجه مع الناس دي فجأة ظهر من وراه حجارة كبيرة بتتحرك، وبعد ما شافهم أغمى عليه. وبعد ما فاق نوح شافهم قدامه تاني وعددهم كان أكتر وقال لهم إحنا هنا علشان نشوف جدي. ردوا عليه وقالوا له أنت ابن العجوز. وفي اللحظة دي الحجارة اختلفوا مع بعض لأن واحد منهم أمر بقتل نوح وولاده والتاني قال له لأ علشان هم بشر. فرد عليه وقال له أنت نسيت إزاي خانوا الخالق؟ ورد عليهم نوح وقال لهم إن الخالق هو اللي بعته، والحجر ما صدقش نوح ورفض مساعدته. وفي اللحظة دي عرفنا إن الحجارة دي اسمها الهابطون، ونوح خد معاه البنت الصغيرة أيلا يعيشها مع العيلة بتاعته وعرف إنها يتيمة وقال لها إن هو كمان يتيم. وفي الليل راح لنوح نوح كبير الهابطون وقال له تعالى ورايا وتأسف له على انهم خوفوهم، وقال له الهابطون اتعلموا يخوفوا البشر. فسألوا ابن نوح اشمعنى انت بتساعدنا؟ وفي اللحظة دي قال له ان ربنا خلقهم تاني يوم مع خلق الجنة وكنا بنراقب ادم وحواء وبنشوف ضعفهم وحبهم، وبعدها شفنا خروجهم من الجنة واحنا بنشفق عليهم. وهنا عرفنا كبير الهابطون انهم ما كانوش مجرد حجارة وكانوا نور وكانوا بيساعدوا البشرية، ولما عصوا أوامر الخالق عاقبهم ونزلهم على الأرض على شكل حجارة، واحنا دلوقتي بنعلم البشرية اللي اتعلمناه من الخالق. بس بعدها تحولت الهبة دي لعنف ومفيش غير راجل واحد بس كان بيحمينا وهو جدك، وكنا مضطهدين وبنتعرض للقتل، واحنا دلوقتي محبوسين في الدروع الحجرية وبنتوسل للخالق انه يرجعنا للبيت تاني، لكنه دايما كان صامت. وبعدها سأل نوح انه بيدعي انه سمع نداء الخالق وان الحجر العنيف مش هيقبل ولا هيصدق لان البشر هم اللي دمروا العالم، بس هو لما بيبص عليه بيشوف نور ادم من جديد، الراجل اللي هو عارفه كويس واللي كان دايما بيساعده. وبعدها نوح ودع عيلته وطلع لجده في الجبل وعرفه على ابنه، والجد مسك راس ابنه ونيمه وقال لنوح اللي انت عايز تتكلم فيه ما ينفعش الولاد يسمعوه. وسأله انت عارف انا جاي ليه؟ ورد جده عليه وقال له ايوه. فرد عليه نوح وقال له ان ابوه قال له لو البشرية استمرت في اللي هم بيعملوه ربنا هيبيد البشرية. وسأل جده ان هل اللي شافه في منامه ده صحيح؟ ورد عليه جده وقال له ان البشر هيكونوا سبب نهاية الحياة وانه لازم يؤمن بان ربنا بيتكلم بطريقة يقدر انه يفهمها.
فقال له نوح إن صعب يتفادى الدمار اللي هيحصل، وإن ربنا اللي بعته لجده، وإن ليه ربنا بعته لجده طالما ما فيش أي حاجة يقدر يعملها علشان يوقف الدمار ده. وقال له كمان إنه شاف الناس هتغرق في المية، وإن في حاجة حاسس إنه ممكن يعملها. في اللحظة دي قال له جده يبقى دي حياة جديدة، والخالق ما جابكش هنا بس علشان تشرب الشاي مع جدك يا نوح، الدواء دايما مر. وفجأة بعد ما نوح شرب الشاي شاف قدامه الرؤية من جديد، وإن في مركب كبيرة جدا كل الحيوانات بتقوم طالعة ناحيتها. ولما فاق قال لجده إن النار هتاكل كل حاجة والمية هتيجي تطهر. وهنا فهم نوح حل اللغز، وجده اداله بذور من الجنة وقال له هيحتاج لها، وإن الخالق اختاره لسبب معين. نوح رجع البيت لعيلته وقال لهم إن جده لسه عايش، وإن البشر هيتعاقب بسبب اللي عملوه، وإن الدنيا هيكون فيها دمار، وربنا اختارهم لمهمة عظيمة وهي إنقاذ الأبرياء والمقصود بيهم الحيوانات. ولما سألوا ابنه ليه الحيوانات أبرياء، ردت عليه أيلا وقالت له علشان عايشين في الأرض زي ما كانوا عايشين في الجنة. فسألوا ابنه تاني وقال له احنا هنعمل ايه، وقال له نوح احنا كمان هنبدأ من جديد في عالم أحسن وجديد، بس في الأول لازم نبني سفينة النجاة، وبعدها زرع البذرة اللي اجدهاله جده من الجنة. وتاني يوم طلب نوح من الهابطون المساعدة، وطبعا الهابطون مش حابين البشر ورفضوا مساعدته، بيقولوا ان البشر خسروهم كل حاجة. وفجأة ظهرت عيون مية من الارض بدون سبب، والارض بدأ يطلع فيها اشجار كتيرة جدا وكبيرة جدا. وهنا فهم نوح ان دي البذرة اللي زرعها، وبدأ يفكر انه يبني الفلك، والهابطون بعد اللي شافوه قرروا انهم يساعدوه. وكبر نوح وولاده معاهم أيلة، وعدى سنين كتيرة، ونوح لسه بيكمل بنا في السفينة وبيجهز بخور أول ما يشموا الحيوانات يناموا، وخد من كل نوع من الحيوانات ذكر وأنثى معاه في السفينة علشان يتكاثروا. وراح له ابنه حام وقال له إن كل الطيور على السفينة فردين، وإنت معاك أمي وسام معاه أيلة، لكن أنا ما عنديش حد. ورد عليه نوح إن الخالق بيبعت لهم كل حاجة بيحتاجوها. وفجأة جت الأفاعي علشان تدخل السفينة وكل الحيوانات اللي بتزحف. وبعدها حام شاف بنتين بيجروا ورا بعض وبيضحكوا، وعرف انهم تبع ملك القبيلة. وبعد كده راح ملك القبيلة لنوح يفهمه ان حام بقى جندي عنده، وطبعا نوح رفض كده لانه مش معترف اساسا بالملك ده. فقال له الملك انه اصلا ما كانش مقتنع بالرسالة الالهية، بس بعد ما شاف الطيور وهي بتروح لنوح راح له وفهمه ان اي حاجة موجودة في الغابة ملكه حتى السفينة. وطبعا ما كانش عارف الخشب ده عبارة عن ايه، ونوح قال له ان هي فلك علشان حماية الابرياء لما الخالق يبعت الطوفان. وحصلت ما بينهم مشكلة كلامية لغاية ما الملك هدد نوح، ونوح امر الهابطون يطلعوا. وفي لحظة الملك والناس اللي معاه كلهم خافوا، والملك طبعا كافر، وقال لنوح انه هياخد السفينة يحمي فيها نفسه والناس اللي معاه، ونوح رفض والملك هدده ومشي. وراح الملك بعدها يجهز جيشه ويجهز اسلحة كتيرة جدا علشان يحارب نوح وياخد منه السفينة. وفي لحظة كل الحيوانات اللي على الارض بانواعها واشكالها اتجهوا ناحية سفينة نوح ودخلوها. وراحت ايلا لنوح خايفة من دمار العالم وبتقول له انها عايزة تمشي، بس نوح قال لها ان سام بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها. وهي قالت له سام عايز زوجة تخلف له اولاد، وهي ما تقدرش على ده بسبب الاصابة القديمة اللي تعرضت لها. ونوح اقنعها انها لازم تكون معاهم لان هي هبة الخالق ليهم. وراح بعد كده نوح علشان يشوف عروستين لولاده التانيين من القرية، وشاف واحد بيبيع بنتين مقابل اللحمة، والقرية عمالة تنهش في الحيوانات. وفي لحظة شاف الأرض كلها بتتحرق، ورجع لعيلته من غير العرايس، وابنه سأله فين العرايس بتاعتنا، قال له خلاص مفيش زوجات، واتخانق معاه وقع على الأرض. وحام مشي وهو غضبان جدا، ونوح مصر على موقفه. وراحت مرات نوح لجده علشان تشتكي له إن نوح ما جابش زوجات لولاده، وكمان هو رد عليها الجد وقال لها إنه مش هيقدر يتدخل في الموضوع ده لأنه خاص بنوح ومش هيقدر يساعدها. وراح حام المدينة علشان يختار منها بنت، وقع في حفرة مليانة جثث، ولقى فيها بنت خايفة وقدم لها أكل علشان تثق فيه، وقال لها انه يقدر يخرجها من الحفرة دي، وعرف ان اسمها نايل. ونوح طلب من سام انه يروح يدور على العيلة ويجيبهم للسفينة. فهي ايلا ماشية تدور على حام، قابلت جد نوح بالصدفة وهي اصلا ما تعرفوش،
وقال لها تدور معاه على التوت، وقال لها انت عشتي مع عائلتي 10 سنين، هل بتحبيهم؟ قالت له طبعا، نوح انقذ حياتي. قال لها انت دلوقتي بنته وحفيدتي العزيزة، وانا دلوقتي لازم اديلك مباركتي. ولمس بايده مكان الجرح القديم اللي في بطنها اللي سبب لها العقم علشان يباركها ويعالجها، وقال لها امشي دلوقتي. وجي الليل ونزلت اول قطرة من مياه المطر، وبدأت تنزل شوية بشوية لغاية ما بقت سيول. والملك الكافر في الوقت ده منهار جدا، وبيقول للناس اللي معاه ان المطر هيقضي عليهم، بس هم رجالة وهم اللي قرروا يعيشوا او يموتوا، وقرر انه يروح يخلص على العمالقة وياخد الفلك. وكل ده بيحصل ولسه حان مرجعش السفينة، والملك بيهجم على نوح. وفي الوقت ده البنت اللي مع حام رجليها اتعلقت في فخ، وحام بيحاول يساعدها راح نوح واخده بالقوة وسابوا البنت ومشوا على السفينة. والعمالقة وقفوا يحموا السفينة من الملك وجيشه، ونوح بيدور على حام اللي تاه منه وسط الناس، وسأل العملاق عنه، قال له ان دخل السفينة. وحصلت خناقة جامدة جدا بين الملك والعمالقة، والملك خلص على واحد منهم، وبعدها اتعصب العمالقة اكتر وحاربوا بكل قوتهم. وشوية من الناس قدروا يدخلوا السفينة، ونوح ضربهم واحد ورا التاني، والعمالقة برضو عمالة تطلع السماء واحد ورا التاني. وفجأة طلعت عيون مية قوية جدا من كل حتة في الارض، وكمان السفينة اترفعت فوق المية. وما ننساش في المشهد ده ان اخيرا جد نوح لقى توتة وكلها وبعدين مات. بس للأسف الملك قدر انه يدخل جوه السفينة، وحام شافه وسكت. وعيلة نوح بيحاولوا انهم يقنعوه ينقذ بعض الناس، بس هو كان مصر جدا على موقفه. والعيلة طبعا زعلانة منه بتبصله بغضب، فقال لهم احكي لكم قصة حكاها لي ابويا، وانا كمان حكيتها لكم وانتوا صغيرين. وراح حكي لهم حكاية بداية الخلق، وان البشر هم كانوا السبب في تدمير العالم. وقال لهم كمان ان دلوقتي الهواء والمية والارض والنباتات والسمك والطير والحيوانات والنعيم كله هيرجع تاني، ولكن المرة دي مش هيكون فيه بشر. وبعدها وصى سام وايلا انهم هم اللي هيدفنوه هو ومراته، وان حام هيدفن سام، وايلا وابنه الصغير هو اللي هيدفنوا حام، وان ابنه الصغير هيكون اخر واحد وبرضه في وقت معين هيموت، وبعدها الدنيا هتبقى جميلة وفي امان. اتأسف لحام على البنت اللي مقدرش ينقذها، وقال له ان احنا في مهمة عظيمة. وبعدها دخل حام للملك وقال له ان ابوه ما يعرفش انه هنا على السفينة، وقال له انه بيساعده علشان ابوه ساب البنت تموت. والملك قال له انت كده بتسعى للانتقام، ولو ابوك شافني هيقتلني، وعايزك تاكل من الحيوانات اللي على السفينة علشان تكون قوي. واقنعه انه هو بيعمل صح، وحاول يكرهه في نوح اكتر. وفي الوقت ده ايلا تعبت جدا، وكشفت عليها ام سام ولقيتها حامل، وعرفت ان الجد هو اللي عالجها. ولكن الام خافت من نوح على المولود، لانه معتقد ان دي النهايه ومش هيسمح لده يحصل، وراح علشان يبلغوه، وهو طبعا ما صدقش لانه عارف ان هي عاقر، ورفض تماما ان ده يحصل. ومراته قالت له ان هي اللي راحت للجد علشان يدي ولادها الحياه، وهو برضو رافض لان كل الدمار اللي حصل في الدنيا كان بسبب البشر. وبعدها نهار نوح وطلع فوق في السفينة يكلم الخالق على انه مش مضطر ان هو يعمل كده او يخلص على المولود، وكان زعلان جدا. وبعدها قرر انه ينهي الامر. وفجأة المطر وقف، وقالت له ايلا ان دي اشارة من الخالق علشان يسيب ابنها يعيش، وبرضه هو على موقفه. وسام غضبان جدا منه وقال له لا يا بابا، ده ابني. ورد نوح قال لهم لو الطفل جه بنت هقضي عليها فورا اول ما تتولد، وسابهم ومشي. وعدت ايام واسابيع وشهور وهم على السفينة، والارض كلها عبارة عن بحور. وفجأة ظهر طير من بعيد، هم اللي بعتينه علشان يشوف في ارض ولا لا، وقف على السفينة بس رجله ما فيهاش اثر طين. وسام وايلا قرروا انهم يمشوا، والام بعت الطير تاني علشان يشوف في ارض ولا لا، وبتترجعهم ما يمشوش، بس هم رفضوا يكملوا معاهم علشان موقف نوح من الطفل. وراحت الام لنوح تترجع يسيبهم ويسيب الطفل، ولكن نوح رد عليها وقال لها انه مش بايده حاجه، وانه مضطر، وان هو كمان زعلان جدا، ولكن هو ده الانصاف. بس هي مش مقتنعة بانه يتخلص من الطفل ويبقى كده منصف، وقالت له انه لو عمل كده هيخسر كل عيلته، وانها عملت كل حاجة علشانه ومسامحاه في كل حاجة الا انه يتخلص من الطفل، ومش هتسامحه ابدا، وكل اللي حواليها يكرهوه، وانه هو كده الانصاف.
وكل ده بيحصل والوقت بيعدي، والملك معاهم على السفينة بيراقب كل حاجة وعايز ينتقم من نوح، وحام بيساعده. راح الملك مدي لحام سلاح علشان يخلص على أبوه، وقال له هو ده الوقت المناسب، وهو اللي قتل البنت بتاعتك، روح اقتله. وفي اللحظة دي الأم بتودق سام وأيلا، وراح نوح مولع لهم في المركب بتاعتهم علشان ما يقدروش يمشوا. وفي نفس الوقت أيلا حست إنها بتولد ورافضة إنها تولد علشان نوح ما يقتلش الطفلة، ونوح قاعد مراقب لحظة الولادة لغاية ما يشوف الطفل وحزين جدا من اللي بيفكر فيه. وفي نفس اللحظة دي دخل عليهم حام وقال لنوح إن الحيوانات صحيت وبتاكل بعضها، وكل ده علشان يستدرجوا للملك والملك يقتله. وطبعا نوح يسكت، لا مسكتش، وضرب الملك جامد جدا. وهنا عرفنا ان الملك طلع من سلالة قابيل، وأيلا ولدت بنتين، وسام قرر انه محدش هيقتل بناته. وفي نفس الوقت ده اللي الملك ماسك فيه سلاحه علشان يخلص على نوح، اصطدمت السفينة بقوة في أرض جديدة ما كانوش يعرفوا عنها أي حاجة. وراح سام وضرب أبوه علشان ما يخلصش على بناته، والملك قال له لا يا سام، ده ملكي أنا. وراح قال لنوح ان كل حاجة هتبقى ملكه هو، حتى مراته. ولسه الملك كان هيخلص على نوح، راح حام ضرب الملك وقتله، وقال لأبوه إن البنت كان اسمها نايل وكانت بريئة. وراح نوح علشان يشوف المولود، ومراته بتقوله إنه ولد علشان ما يخلصش عليه، وهي مخبية أيلا وبناتها عنه فوق السفينة. وفجأة هو سمع صوت الطفلين وطلع لهم، وهنا عرف إن هما بنتين، وأيلا بتترجاه على الأقل ما يقتلهمش وهما بيعيطوا، وفعلا استنى إنهم يسكتوا الأول. ونوح بيبص عليهم في حزن شديد ولسه بيرفع السكينة عليهم، راح بايس الطفلين ومقدرش يقتلهم ورمى السكينة ونزل. وأخيرا رجع الطير اللي كانوا بعتينه، ظهرت أرض جديدة فيها أكل وخضار وفاكهة ومية، وبدأوا يبنوا فيها بيوت، ونوح عاش في مكان وعيلته عاشت في مكان تاني، لأنه حاسس إنه مقدرش ينفذ المهمة على أكمل وجه، وحاسس كمان إنه ظلم ولاده، وخصوصا حام علشان مقدرش ينقذ البنت اللي حبها. وحام قرر إنه يسيبهم ويمشي علشان يعيش لوحده في مكان بعيد. وأيلا قالت له إنه بإيده كان يختار، ولما اختار اختار الرحمة والحب، وطلبت منه يكون الأب والجد، وإنه يساعدهم يمشوا في طريق الخير والحب. وقرر أخيرا إنه يرجع يعيش وسط عيلته في العالم الجديد. وبكده يكون الفيلم خلص، وأنا عارفة إن أنتوا هتسألوني على اسم الفيلم. اسم الفيلم نوح. هتفق بقى معاكم اتفاق صغير، انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وانا هجيب لكم افلام حلوة زي كده كتيرة جدا.